مرحبا يا أصدقائي، أنا سنور، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف نتحدث عن الهاتف وكيف يعمل. الهاتف هو أداة تحول الأصوات إلى إشارات كهربائية، ثم تعود لتحويل تلك الإشارات إلى أصوات مرة أخرى. إن القابس في جدار المنزل الذي نوصل إليه جهاز الهاتف موصول إلى شبكة كبيرة من الأسلاك، فعندما نرفع سماعة الهاتف فإن التيار الكهربائي يسري في الجهاز، فنسمع صوتاً نعرف من خلاله أن الجهاز مستعد لتلقي طلبك بأن تضغط الرقم المطلوب ليقوم جهاز الهاتف بتحويل تلك الأرقام إلى إشارة كهربائية خاصة بكل رقم. وهنا تذهب تلك الإشارات إلى المحطة الرئيسية للهاتف التي تقوم بتحويل المكالمة إلى الرقم المطلوب، بحيث يقوم جهاز الهاتف المقصود بتلقي الإشارات الكهربائية وتحويلها، فيبدأ الهاتف بالرنين، وعندما نرفع السماعة يقوم جهاز التقاط الأصوات بتحويل تلك الأصوات إلى إشارات كهربائية ترسل إلى الهاتف على الطرف الآخر، في حين يقوم بالعملية بشكل عكسي، أي بتحويل تلك الإشارات من الهاتف على الطرف الآخر إلى أصوات نستطيع أن نسمعها. اختراع الهاتف ساهم كثيراً في التقريب بين سكان العالم، لذلك فهو اختراع رائع من اختراعات العلماء. والآن حان وقت التعلم والتفكير، هيا بنا إلى بوابة الألغاز. سنقرع الجرس لنرى ما هو سؤال اليوم. اضغط مفتاح الصورة التي تحتوي على إشارة تستخدم لإضافة الأرقام. إشارة تستخدم لإضافة الأرقام. لنرى الصور. إشارة المرور. إشارة المرور توجد على الطرقات لتدل السائقين والمشاة على وجوب الوقوف أو استمرار التقدم في المسير، وهي ما ينظم حركة المرور ويجب الالتزام بها، لكنها لا تستخدم في إضافة الأرقام. إشارة خطر. إشارة خطر هي ما يوضع في الأماكن التي لا يجب الاقتراب منها، ويجب التقيد دائماً بتلك الإشارة. جيد، لكنها لا تستخدم في إضافة الأرقام. إشارة الجمع. إشارة الجمع هي إشارة لعملية حسابية نقوم فيها بإضافة رقمين أو أكثر لنحصل على رقم يساوي مجموعة تلك الأرقام. إذن هي إشارة تستخدم لإضافة الأرقام، والجواب هو إشارة الجمع. عملية الجمع هي عملية حسابية نقوم فيها بإضافة رقمين أو أكثر للحصول على رقم يساوي مجموعة تلك الأرقام، ويرمز لهذه العملية بهذه الإشارة، وتسمى إشارة زائد، وتكتب هكذا. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم ننتقل إلى الأعلى ونرسم خطاً صغيراً آخر من الأعلى إلى الأسفل. في عملية الجمع نأخذ الأعداد التي نريد جمعها ونستمر بالعد على أحدها بعدد أرقام العدد الثاني، فمثلاً عندما نقول 2+3، فهذا يعني أننا نقول 2 3 4 5، أو نقولها بالعكس 3 4 5. إذن 2+3=5، وكذلك 3+2=5. إن عملية الجمع عملية حسابية بسيطة، دائما تذكروا أن تأخذوا أحد الأرقام وتكملوا العد بعدد الرقم الثاني. 4 مربعات حمراء اللون زائد
ثلاثة مربعات خضراء اللون. نأخذ الرقم الأول 4 ونستمر بالعد حتى ثلاثة أرقام 4 5 6 7. إذن المجموع 7 مربعات، أو نقولها بالعكس، فنأخذ الرقم 3 ونستمر بالعد حتى 4 أرقام 3 4 5 6 7. والآن إلى المزيد من عمليات الجمع. خمسة مثلثات صفراء اللون زائد مثلث واحد أزرق اللون. نأخذ الرقم الأول 5 ونكمل العد بعدد الرقم الثاني وهو 1 5 6. إذن المجموع 6 مثلثات، أو نقولها بالعكس، نأخذ الرقم الثاني ونستمر بالعد حتى 5 أرقام 1 2 3 4 5 6. 6 مثلثات. دائرتان زرقاوي اللون زائد 4 دوائر صفراء اللون. نأخذ الرقم الأول 2 ونكمل العد بعدد الرقم الثاني وهو 4 2 3 4 5 6. إذن المجموع 6 دوائر، أو نقولها بالعكس، نأخذ الرقم الثاني ونستمر بالعد حتى رقمين 2 4 5 6. 6 دوائر. ثلاثة مربعات خضراء اللون زائد 5 مربعات حمراء اللون. نأخذ الرقم الأول 3 ونكمل العد بعدد الرقم الثاني وهو 5 3 4 5 6 7 8. إذن المجموع هو 8 مربعات، أو نقولها بالعكس، نأخذ الرقم الثاني ونستمر بالعد حتى 3 أرقام 5 6 7 8. 8 مربعات. إن عملية الجمع يمكن أن تحدث بشكل عكسي، فيمكن لنا أن نعرف أحد الأعداد ونعرف الجواب لنعرف ما هو العدد الثاني. كيف هذا؟ فلنرى ذلك معا. 4 تفاحات زائد ماذا؟ يساوي 6 تفاحات. حسنا، لدينا 4 تفاحات والمطلوب 6 تفاحات. إذن كم تفاحة نريد لكي نحصل على 6 تفاحات؟ نأخذ من التفاحات 6 4 تفاحات 1 2 3 4. ليبقى لدينا تفاحتان. إذن 4 تفاحات زائد تفاحتان يساوي 6 تفاحات. لنرى المزيد. 3 برتقالات زائد ماذا يساوي 7 برتقالات؟ حسناً، لدينا 3 برتقالات والمطلوب 7 برتقالات. إذن كم برتقالة نريد لكي نحصل على 7 برتقالات؟ نأخذ من البرتقالات 7 3 برتقالات 1 2 3. ليبقى لدينا 4 برتقالات. إذن 3 برتقالات زائد 4 برتقالات يساوي 7 برتقالات. خمس فراشات زائد ماذا يساوي 8 فراشات؟ حسناً، لدينا 5 فراشات والمطلوب 8 فراشات. إذن كم فراشة نريد لكي نحصل على 8 فراشات؟ نأخذ من الفراشات 8 5 فراشات 1 2 3 4 5. ليبقى لدينا 3 فراشات. إذن 5 فراشات
زائد 3 فراشات يساوي 8 فراشات. حسناً يا أصدقائي، تعلمنا اليوم عملية حسابية من العمليات الحسابية الأساسية في حياتنا اليومية، والمطلوب منكم أن تستمروا في استخدامها حتى تصبح تلك العملية سهلة بالنسبة لكم، ولا تنسوا أن تطلبوا المساعدة من آبائكم ومعلميكم. حسناً، إلى اللقاء.